تمام كده؟ ماشي اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا في اخر حاجه ان انت تقيس الموتور وان انت تشغله بالطريقه المباشره سواء عن طريق غير الجرس او عن طريق مفك، صح؟ حد عنده مشكله في دي؟ طب اللي احنا عملناه ده نوع من انواع الاختبار، بس هل في كل مره الثلاجه عندك بتفصل او بتشتغل بيحصل فيه الكلام ده؟ ما ينفعش. ما ينفعش ان هو يسيب حاجه يبقى فيه منتج سايبه للعميل ان هو يوصل او يفصل، وزي ما احنا شفنا ما كنا بنوصل ان هو لو غلط ان انت طولت في الكهرباء على السي والار وطولت فيهم ما وصلتش ما دخلتش ملفات التقويم هتحرق ملفات التشغيل. ولو دخلت ملفات التقويم وايدك استمرت بالمفك او بالجرس هتحرق ملفات التقويم. فطبعا ده كلام من باب الاختبار، بتحتاج ان انت تعمله عشان تختبر الموتور بتاعك هو سليم ولا بايظ، سواء كان في الثلاجه او كان بره الثلاجه. لكن فعليا الثلاجه بتشتغل ازاي؟ الثلاجه بتشتغل بحاجه اسمها ريلي، وريلي تيار. ليه ريلي تيار؟ التيار هو الامبير، لان هو ده معتمد على الامبير. ده شكل الريلي، الريلي اللي هو موجود عندك ده، ادي اهو. ايه الفكره بتاعته؟ او بيتكون من ايه؟ الريلي التيار ده بيتكون من ملف وكونتاكت. الفكره بتاعته بكل بساطه ان انا عندي ملف وعندي كونتاكت. الملف ده لما يوصل له كهرباء يحصل مجال مغناطيسي. المجال المغناطيسي ده عامل ايه؟ يروح مخلي الكونتاكت يوصل. اجي اهو، لما الملف وصل له كهرباء حصل ايه؟ نشأ مجال مغناطيسي، المجال المغناطيسي راح موصل يشتغل الكونتاكت. طيب لما المجال المغناطيسي يقل، المجال المغناطيسي رفعه ولا سخن؟ رفعه. عامل مجال مغناطيسي رفعه. ماشي. لما المجال المغناطيسي يقل ايه اللي هيحصل؟ هيفصل في حاجه اسمها هنا الشاكوش. المجال المغناطيسي لما يقل الكونتاكت ده هيروح نازل بحكم تقل الشاكوش ده. ماشي. طب ايه اللي بيخلي المجال المغناطيسي يبقى اللي هو يوصل او يفصل؟ الامبير. الامبير لما بيبقى قوي، كان الامبير لما يبقى ضعيف ما يقدرش ان هو يعمل ايه؟ ان هو يخلي المجال المغناطيسي، هيبقى المجال المغناطيسي هيبقى ضعيف، مش هيقدر ان هو يجذب الكونتاكت. لما يبقى الامبير قوي هينتج مجال مغناطيسي قوي، هيروح موصل يمشي على يروح شاد ايه؟ الكونتاكت، يروح موصل. ادي الكونتاكت اهو، بص عشان عليه. عشان كده بقى لو الريلي بايظ اعمل انا بالمفك. عشان تختبر. دي مجموعه من الريليهات، تتفرجوا على اشكالها. انت معاك واحد مفكوك اهو، ده مفكوك اهو. ادي شوف، انت عارف انت بتاعت الشيب عليه؟ عارف الجديد. معقولة؟ عارف الالكتروني بس ما تعرفش الملف. لا ما هو ده موجود في ده فين بيتوصل طرفين الكهرباء؟ لسه ما جبناش بس الاطراف بتاعته. عندنا كله الكتروني. ما هو التشريع بيركب عليها العادي خالص. شبك على الالكتروني لسه هنشرح. طب ايه اللي بيخلي التيار ده يتقل اللي هو مصدر الطاقه نفسه؟ انا دلوقتي بشرح الفكره بتاعته، لسه ما دخلتوش في الدايرة وقلت وصلتوا ازاي. ده انا عامل واحد زي ما هو موجود هنا اهو، واحد مفكوك عشان تشوف شكل الكونتاكت ازاي، عشان تتخيل. انا فاكر اللي توصيل. هو احنا لسه بس هنشوف لما ندخله في الدايرة ايه اللي هيحصل. يعني ده طول ما هو مش بيشغل تيار كهربي شديد يوصل لا العكس.
طول ما الامبير قليل قوي. او الكهرباء قليله هو فاصل. اي ما لما يحصل ان يبقى في امبير عالي يوصل. يحصل ينتج عن الامبير العالي مجال مغناطيسي قوي يروح يطلع الشاكوش فوق يستحمل وزن الشاكوش عشان يرفعه. ماشي تمام. طب انا عايز اشوف دلوقتي ده التوصيله بتاعته هنوصلها ازاي. الريلي ده بيتوصل على التقويم والتشغيل على الار والاس. ماشي. لا هو طبعا اكيد هيفرق. هو مش هينفع ان هو ليه عدله في التركيب. هو له عدله مش هينفع انت تقلبه، ولو قلبته ووصلت هباص الدنيا خالص. تعالى نبص عليها كده دايره. انا عندي هنا اطراف الكهرباء الاساسيه ايه؟ طرف على السي وطرف على الارض. الملف بتاع الريلي بيتوصل توالي مع ملفات التشغيل. تعالى نبص عليها كده. طرف كهرباء اهو راح على فين؟ سي. على السي. الطرف الثاني راح على بص راح على الريلي على طرف الريلي. ايوه. ومن طرف الريلي متوصل بالملف. والطرف الثاني من الملف راح على فين؟ الار. على الار. مش ده كده حصل ان الملفات التشغيل خدت 220؟ تاني طرف اهو طرف ال اهو راح على السي. ادي طرف. تمام. احنا خدنا امبارح التوالي والتوازن. تمام. الطرف الثاني دخل على الريلي. لما دخل على الريلي دخل على الملف. توالي. على الملف ومن الملف على ملفات التشغيل. صح؟ الاثنين توالي اهم. صح ولا لا؟ لما يقوم بقى لما الموتور بيجي احنا جربنا والموتور بيجي يشتغل مش بيسحب امبير عالي؟ انا كده مدي دلوقتي كهرباء لمين؟ للتشغيل بس. صح؟ فالموتور هيسحب امبير عالي وما اشتغلش. لما هيحصل الامبير العالي ايه اللي هيحصل؟ هيحصل مجال مغناطيسي يروح الكونتاكت موصل. ايه طرف الكونتاكت الثاني؟ الاس. الاس. فلما انا اجي اروح موصل دوت هيشتغل. شوف بقى طرف الكهرباء راح على فين؟ راح على الملف وفي نفس الوقت عن طريق الكونتاكت راح على ايه؟ على الاس. على الاس. مش هي دي نفس الفكره اللي احنا كنا بنعملها امبارح لما كنا بنوصل مفك؟ تمام. صح ولا لا؟ طب لما الموتور اشتغل مكان ملفات التقويم دخلت شغلت الموتور تمام ملفات التشغيل بيحصل الامبير بتاعها بيحصل ايه؟ بتقل. لما هتقل الامبير هيقل المجال المغناطيسي يبقى عن طريق قوه الشاكوش هيروح عامل ايه؟ نازل. هيروح نازل. لما نزل فصل طرف الكهرباء عن ملفات التقويم بس الموتور فضل شغال اشتغل بقى خلاص بقى قومت واشتغل. يبقى دي فكرة الريلي الطيار. اتفقنا من اول يوم في الكورس ان كل حاجة بتسمى بالوظيفة بتاعتها او بالحاجة بتاعتها. صح؟ عشان كده اسمه ريلي طيار لان هو معتمد على التيار المر، معتمد على الامبير. وصلت؟ حد عنده اي حاجة فيها ولا؟ لا خلاص. انا فاهم الفكرة. بس الفرق الجهد هنا بقى اللي في التوالي مش بيتوزع هنا مش الفولت ملوش اي قيمه دلوقتي عايز الامبير بس هنا دلوقتي الفكره هنا الفكره كلها على الامبير ماشي وصلت هنا الفكره كلها الاستخدام حته الامبير الفولت ان ده خد الفولت الاكبر وده خد فولت حاجه بسيطه مش فارق معايا ده واخد فولت كام كل ده في التصميم بقى لكن مش بتاعتنا مش بتاعتنا بس هو في الاخر الملف هو اللي هياخد الكهرباء عشان يشغل الموتور اتفضل ممكن ملف الريلي يبقى محروق هتكتشفه عن طريق قياس المقاومه برضه ده انت لو محروق الموتور مش هيشتغل لا مش قصدي لو معايا لسه هنشوف اختبار الريلي ينفع اقيسه لسه هنقيس دلوقتي هنقيس ونطلع الليهات كتير عشان نقيسها تمام يعني هنخلص شرح ونوقف وانا اشوف مطلع لهجة حوالي 20 ريلي كل واحد يقيس له كام واحد بحيث يعرف سليم وبايظ تمام ماشي؟ ماشي فانا دلوقتي هنا اهو لو الريلي الملف بتاعه بايظ خلينا نتكلم في اعطال في حدود ما احنا اتكلمنا تمام هل الثلاجه هتشتغل؟ هيتحرق لا مش هيتحرق مش هيقطع خالص مش هيشتغل لان طرف الكهرباء المفروض بيوصل للارض ما مش هيكمل فكده الملف ما وصلش كهرباء فمش هيحصل مجال مغناطيسي فطرف الكهرباء مش وصل للموتور
هو يتحل بس يا دكتور لو في حاله واحده بس ان في عطل ميكانيزمي او لو في عطل ميكانيزمي ده وصل على طول ده كده ملفات تقوم تتحل او ما طلعش خالص لو ما طلعش خالص ملفات التشغيل هتتحل ايوه يعني سواء كده وكده اه شوف انت كده ايه بقيت انت فاهم الفكره بدات تشغل دماغك في الاعطال ودي الحاجه اللي كنا بنتكلم فيها ان انت لما تبقى فاهم النظريه وفاهم قطعه الغيار نفسها وفاهم توصيلاتها انت اللي هتستخدم في الاعطال غلط عشان بس في بعض الكتب وبعض كان يقول لك ايه يعمل لك جدول اعطال الثلاجه مش شغاله بص للكهرباء بص مش عارف ليه لا طب حاجه اتفضل دلوقتي لو مثلا الريلي كويس تمام والفيشه محطوطه يعني الكهرباء واصله للثلاجه ما ياثرش على الضغط نقول بايظ ايه الملف محروق الملف بتاع الريلي لا عندي الريلي بيتكون من ايه ملف الكونتاكت ملف الكونتاكت صح لما اجي اقول عطل على حسب فهمي للقطعه هقدر احدد عطل لو الملف اتقطع يبقى مش هيوصل له كهرباء مش هيوصل الكهرباء الموتور اللي هيزن ولا هيشتغل ولا يعمل حاجه خالص لو كان الكونتاكت هو اللي بايظ طيب لو الكونتاكت شارب احنا اتفقنا لا مش هيسخن يسخن ليه؟ ده الموتور مديله طرف كهرباء واحد فمش هيحصل حاجه لا لو الكونتاكت قطع هيسخن لا خلينا نسالك على الملف الاول تيجي نتفق على حاجه اي كونتاكت ليه ثلاث اعطال مش هيخرج عن المهم فاصل على طول موصل على طول بيعلق ما دي قدر دي كده قاعده في اي كونتاكت في اي جهاز كهرباء غساله في اي حاجه اي كونتاكت فاصل لا فاصل ايه العطل اللي ممكن يحصل فيه فاصل على طول موصل على طول بيعلق تعال نطبق الكلام ده هنا ونقول الحالات ما هو تاني هنقول فهمك للقطعه وفهمك للوظيفه بتاعتها وفهمك للتوصيل هتقدر لما انت تبقى طالع وتشوف العطل بتاعك تقدر تحدد تعال نقول لو الملف ده قاطع ايه العطل اللي هيحصل الموتور مش هيشتغل اصلا الموتور مش هيشتغل خالص لا هيسحب امبير عالي ولا هيشتغل ولا هيزن ولا يعمل اي حاجه خالص تمام طب تعالى خلاص ده كده قطع كده خلاص ملفات طرف كهرباء رئيسي ما راحش للموتور فمش هيحصل مجال ما لسه الكونتاكت فاصل مش حاجه تحصل صح طب تعالى نقول بقى اعطال الكونتاكت ده تعالى نقول لو الكونتاكت فاصل على طول حصل باد كونتاكت شرس كده السواد عليه ما بقاش يوصل يعني ده بيحصل مجال مفصول بيطلع بس ما بيوصلش اه ماشي ايه العطل اللي هيحصل ملف التشغيل هنا اللي هيحصل هنا ان الكهرباء وصلت للملف لملف الريلي وصلت لملفات التشغيل الكونتاكت وصل الكونتاكت وصل بس ملفات ده ما دخلتش فملفات التشغيل هتفضل ساحبه امبير عالي الموتور ما يشتغلش لو اتثابت على كده هتتحرق ملفات التشغيل هيخلي الموتور يزن وما يشتغلش تمام ماشي وما يشتغلش طبعا هو معمول حمايه بعد شويه هنقول على حاجه اسمها اوفر لود وحمايات بس دلوقتي هنتكلم وهو احنا لسه ما عرفناش الاوفر لود فلو حاجه زي كده ده علق على كده هتلاقي ان ايه؟ ان ملف التشغيل هو اللي اتحرق طب تعالى بقى لو الكونتاكت ده علق مش ساعات في كونتاكتات بتلدع تبقى وصلت على طول يبقى لحظه ما تحط الفيشه الموتور هيشتغل هيطلع هو معلق اصلا هو لادع بس ده مش هيكسر ملفات التقوم هي اللي هتتحل ايوه تمام صح وصلت يبقى انا المفروض لما اطلع عشان اشوف عطل لازم يكون عندي ودي حاجه احنا كمان حته الخبره مع العلم في الاخر الموتور اتحرق بس انا المفروض ان انا يبقى عندي استنتاج لما اطلع لاي جهاز ثلاجه غساله اي جهاز اطلع له والاقي عطل لازم اقعد افكر هو العطل ده عمر افتراضي ولا في حاجه تانية هي اللي بوظته ممكن اشتري موتور تاني ما ممكن الموتور بيجي بمجموعته لكن لو كان لو في حاجه مشابهه ممكن تكون في عطل حاجه باظت حرقت حاجه تانية فانا اجي اغير القطعه المحروقه تتحرق تاني لان انا ما دورتش ايه سبب العطل تمام ماشي طيب ندي بقى حته
مهمه كنت هقولها قدامك خلاص بقى احنا وصلنا للكلام كده فيها نقولها. الريلي دوت هل اي ريلي هل اي ريلي ينفع يتحط على اي موتور؟ لا. ليه؟ لانه ممكن يبقى الملفات بتاعته المجال المغناطيسي اللي هتولد عندها بيمر تيارات شديده والمجال المغناطيسي بتاعه يبقى في نفس الوقت الشاكوش مثلا قربت. تعال نقول لو انا حطيت نظام المقاومات لا لا مش كده، تعال نجيبها بالبلدي. لو انا حطيت ريلي انا عندي الموتور ده تلت حصان وحطيت ريلي اصغر، يعني الموتور عندي كبير وحطيت ريلي اقل. في الامبير. عندك في الريلي التيار ريلي التيار كل موتور بيبقى ليه ريلي. مش ده دلوقتي الريلي ده بيشتغل على حسب الامبير. ندي مثال مش حقيقي بس عشان ايه نقرب الفكره. انا دلوقتي عندي الموتور ده بيسحب في الطبيعي بتاعه 1 امبير. في الستارت امبير بتاعه بيسحب 4 امبير. ماشي؟ لما انا اجيب الريلي بتاعه لما اجي الموتور لما يجي يشتغل ايه اللي هيحصل؟ هيسحب 4 امبير هيعمل مجال مغناطيسي قوي فهيوصل الريلي بعد ما يفصل هيبقى عامل ايه؟ هينزل 1 امبير. طب لو انا حاطط الموتور قدرته كبيره والريلي اللي حاطه صغير هو الريلي بيتباع الريلي بيتباع بقدره تلت حصان ربع حصان خمس حصان بالقدره بتاعته على حسب الامبير مع اقل تيار كهربي هيطلع الكونتاكت فوق مش هينزل. انا دلوقتي لو انا عندي الريلي ده ريلي صغير مجرد الامبير بتاع ستارت الموتور هيحصل ايه؟ هيعلي. بس لما ده الموتور اشتغل وبقى الامبير الطبيعي ده برضه هيشتغل هيبقى بالنسبه للريلي الصغير مجال مغناطيسي قوي مش هينزل صح؟ فهيفضل موصل على طول مش هينزل. وصلت؟ ولو كان كبير مش هيطلع. طب ولو كان كبير مش هيطلع. لو ده لو انا حاطط ريلي كبير على موتور صغير مش هيطلع المجال التيار المغناطيسي بتاع الموتور حتى اللي هو الستارت امبير بتاعه مش هيقدر يتغلب على المجال المغناطيسي بتاع مين نروح نطلعه. لازم يكون لا موتور تلت حصان اجيب له ريلي تلت، ده موتور ربع اجيب له موتور ريلي ربع، عشان كده اسمه ريلي طيار. يعني لازم نجيب الريلي على قد ال الموتور. بنعرف بقى الموتور فيه بيانات مش كده؟ الموتور بتعرفه من الثلاجه زي ما احنا قلنا بتعرفه من لوحه البيانات بتعرفه من من حجم الثلاجه بالخبره بالكلام ده. يعني اشوف انا البيانات هفك الريلي وخده للطعم هفك الريلي اللي القديمه لما هتيجي تشتري هتقول له عايز ريلي زي ده تلت لا اصل هم كلهم شكل واحد يعني الريلي بتاع التلت والريلي بتاع الربع مش بس مش مكتوب عليه التلت مش مكتوب لما هتشتري طب هو بيبقى عنده البياع عنده عارف يشتري ده بتاع التلت ده بتاع الربع بيبقى مشتري من عنده هو عارف ولما تيجي تشتري في حاجات بتبقى مغلفه مكتوب عليها من جوه تلت وربع اللوكت البيانات دي ما بقاش مكتوب عليها اللوكس بتاعها دي النظام بتاعها لا ما احنا قلنا البيانات دي اللي بتخش على طريق الشركه او على طريق الكتب بس لكن موجود هنا لا بعد شويه الناس اللي شغاله في الثلاجات شغاله الكلام ده كله هتلاقيها حافظه الحاجات الشائعه في ال بس في جدول في الكتاب حضرتك قلت في جدول في الكتاب موجود بالقدم كل كام قدم لا ده حاجه وده حاجه صح ماشي فهمنا كده الحته بتاعت الريلي طب الريلي دوت لما انا عايز اقيسه انا عايز اقيس شويه ريليهات وعايز اقيسها عايز اعرف هي سليمه ولا بايظه اعرفها ازاي الريلي نيجي بقى نقول ان هو لما هتطلع لثلاجه من شكل الريلي هتعرف مين الار ومين الاس في الثلاجه فممكن انت عشان ما تحتاجش للي احنا قلناه كله امبارح في حته التوصيلات بعد حته عشان كده وهتلاقي الناس اللي هم شغالين في الورش هم حافظين في الثلاجات سي فوق الار يمين سي تحت الار شمال هم حافظينهم
او لو في ريلي تيار زي كده بيبص عليه هتلاقي كاتب لك الاس اللي هو ستارت، والار ما بيكتبهاش في الريلي ار، بيكتبها ام. هتشوفوا الكلام ده كله مكتوب عليه هنا ام. فانت لو دلوقتي الموتور ده ادي الريلي ده اهو راكب كده، انت هتفك وهتبص هتلاقي ده اس وده ام، يبقى ده الستارت وده الرنك. طب انا تعبتكم امبارح وقستوا وعملتوا الكلام ده كله ليه؟ عشان تبقى فاهم المعلومه ازاي؟ ما تبقاش حافظ. يعني الار هي الام صح؟ الار هي الام. طب ليه كده عليها ام؟ ليه كانت عملت عليها ار؟ معلش هما كده. هو في حاجات بتبقى رموز او كده بيبقى ليها هدف، بس يعني ايه؟ ما تخصناش دلوقتي. هو اللي صنع هو عاوز يعمل ماشي؟ طب انا دلوقتي لما اكون عايز ان انا اقيسه، عايز اختبر ليه دوت؟ اختبر ايه؟ الاس والام مع بعض. انا ملف. عايز اختبر الملف وعايز اقيس الكونتاكت. لا الملف يبقى اقيس الكونتاكت. ما انا عايز اختبر، انا عايز اعرف دلوقتي الريلي معايا ده سليم ولا بايظ. من طرف التيار والام. ماشي؟ انا دلوقتي اهو عايز اعرف ده هو ده بيتكون من ايه؟ ملف وكونتاكت. طب مش ممكن يكون الكونتاكت سليم والملف قاطع؟ تمام. او ممكن يكون الملف سليم والكونتاكت بايظ؟ تمام. فانا عايز اختبر، عايز اختبر ايه؟ الريلي. الاثنين. الاثنين يبقى الطرف التيار مره مع الاس مره مع الام. انا لما هاجي اختبر هختبر طرف، اختبر الملف. تيار. صح؟ مع الام. ولما عاوز اختبر الكونتاكت الطرف ده مع طرف القرار مع ايه؟ مع الاس. مع الاس. طب مش انا ممكن اختبر الاثنين في حاجه واحده؟ لو انا جيت ورحت موصل كده في الوضع الكونتاكت ده كده هيقرا معايا حاجة؟ لا بالظبط. لا طب لو قلبت الشاكوش كونتاكت الشاكوش ده هينزل هيروح موصل لي. هو انا مش انا لما عايز اقيس في الملف هقيسه بالاوم انه موصل او فاصل؟ لما اقيس الكونتاكت انا قست بين كده وكده هل في حاجة هتوصل معايا؟ لا لازم اروح قالب الريلي عشان اشوف الكونتاكت وصل ولا لا. مش احنا اتفقنا اي حاجه لا اما موصل اي كونتاكت الاعطال بتاعته لو موصل على طول لا فاصل على طول لا اما معلق لا اما معلق صح؟ فانا في الحاله دي لازم اختبر شك ان الريلي ده هو موصل بس لما بيجي يقوم بيعلق. فانا لما اجي كده المفروض كده يبقى فاصل، لما اجي اقلبه كده المفروض يبقى شغال. المفروض يبقى شغال. طب لو هو كده ما شغلش فاضطريت ان انا اجر يعني احرك كده مرتين ولا حاجه عشان يوصل، يبقى ده معناه ان هو معلق. معلق لا هو خلاص هو الحاجه ده كده علق ارميه. ماشي؟ طيب بالنسبه الريلي اللي يبقى السي بتاعته تحت الموتور اللي السي بتاعته الموتور اللي هو شحال من الموتور في اللي هو السي فوق وسي تحت ده الريلي دوت راكب كده فده عدلته والشاكوش بتاعه العدله بتاعته لتحت صح؟ في حاله الموتور اللي هو الدمف اللي هو زي الدمف مش الدمفوس السي بتبقى فين؟ فالريلي بيبقى معكوس يعني شكل الشاكوش بس معكوس. فهنا الفكره بتاعته ايه؟ هي هي. طرف كهرباء على السي. نفس التوصيله، طرف كهرباء على الملف على الار. حصل مجال مغناطيسي شد ايه؟ شد الشاكوش لفوق. وصل الكونتاكت. اشتغل الموتور. الامبير بيقل؟ الامبير قل، المجال المغناطيسي قل، هيروح الكونتاكت فاصل بوضع طول الشاكوش الشاكوش. طب الريلي اللي ينفع هنا ينفع هنا؟ لا لا عشان العدله بتاعته ما انت عندك الريلي ده كده اهو كده فاصل. لو انا جيت ورحت مركبته في موتور على الوضع ده يفضل شغال على طول هيفضل موصل على طول. صح. او واحد العكس كان كده فاصل وانت جيت رحت عملته كده هيفضل موصل على طول. فلازم من الخبره برضه حته الخبره اللي احنا بنقول عليها انك لازم تبقى انت عارف انت شغال في ايه. مرورك على ثلاجات كتيرة، مرورك على حاجات كتيرة هتعرفك. وصلت؟ ماشي. طب أنا دلوقتي
دلوقتي عايز اختبر الريلي، هعمل ايه؟ زي ما احنا قلنا هختبر الملف، طرف من الملف وطرف منين؟ اللي هو الكهرباء الفولتيار الام والاس ام واس اللي هما الطرفين دول. اه وهكون كده في وضع الكونتاكت فاصل. لما هاجي اروح قالب، بص كده هو دلوقتي كده في وضع العدل، هل ده هيوصل حاجه؟ ما الكونتاكت فاصل مش هيوصل. أيوه. طب لما اجي اقلبه بقى طرف كهرباء وصل على الكونتاكت، ومن الكونتاكت للملف والملف على طرف الاخر. هو الام والاكس هنا، الام تحت الام اللي هو الملف كله عموما، طرفين الملف هم بص طرف الملف، بص قلبه طرف الملف هو الام. تمام. الطرف الدخول الكهرباء اللي بقى عليه الترمينال. تمام. ماشي. الطرف الثاني بيبقى اس، وانت عندك هتلاقي مكتوب عليهم ام واس. تمام بس خلاص. ماشي. تمام. معلش هنوقف التصوير عشان نعمل الكلام ده عملي.